احكي حالة افتراضية، لأن المريضة رجعت بعدين بأمورها ممتازة صراحة، رجعت في ضابط مالي. بعد 3 أيام، طبعا هي المريضة نحن بالملف تبعها انكتب صراحة إنه أنا أرفض نقل الدم حتى لو كان هذا الموضوع سيؤدي بحياتي. هي حكيت الحكي وكانت بكامل وعيها، وقيمنا قدرتها على اتخاذ القرار. اجتني بعد 3 أيام بنزف شديد على الطوارئ، وفي عندها هبوط بضغط الدم، وصار نقل الدم إسعافي، وهي بحاجة تأخذ دم، وإلا في تعرض لخطورة حياتها. شو الوضع القانوني هون، أو الوضع الأخلاقي؟ إذا هي بالأساس رافضة من هذا الموضوع، ونحن الفريق الطبي عارفانين إنه هي رافضة، وما عندنا أي دليل إنه هي غيرت رأيها ولا غيرت مبادئها، لازم نحترم هذا الشيء. هلا وين الحكي؟ إنه نحن النقطة إنه نحن عارفانين تماما إنه هيك مبدأها. طيب مثلا اوكي، لو هي مكتوب بالفايل، مكتوب عموما انه انا ما بدي نقل دم، او ما بدي الاجراء الطبي الفلاني مثلا، بغض النظر عن مثلا انعاش هلا القلبي، اي اجراء هو مكتوب ومعروف صراحة، وكان في وقت نراجع الفايل. نعم هلا في شغله ثانيه، يفضل دائما بهيك حاله. هلا هو هالامور بتجي مع الخبره، لما انت بتشوف مرضى كثير من هذا النوع وانت بتعرف هذا الشيء، فغالبا انت بتسالهم وبتحط هذا الشيء الاقرار، انه بتذكر لهم بالتفصيل في حال انت جيت بحاله مهدده للحياه بدنا نعمل لك هيك ولا لا. فبهالحاله انت يمكن كان عندك بيان واضح انه هي ما بدها. هلا لو هي من هالجماعه الدينيه وانت ما عندك اي دليل ثابت عن هذا الشيء، فقط انت بتعرف انه هي بتنتمي لهي الجماعه، فهون هذا دليل غير كافي، لانه انت ما بتعرف مدى ارتباطها بهذا الدين، ما بتعرف مدى ارتباطها بهذا المبدا بالذات، ما بتعرف اذا هي بدها تاخذ هذا الشيء وتخبي عن جماعتها، ما بتعرف، جميل. ما فيك تفترض. وهي غايبة عن وعيها، وما مع هي حدا من غايبه عن أهلها، بعضها وما في أي دليل بيقول إنه هي رافضة نقل الدم. وما في سيرجيت ديسيجن، ما في حدا ممكن ياخذ القرار عنا، ما تمام. في عندك ادفانس فبحال دايركشن. غياب الوعي، خليني أقول، إجتني أنا ما حاول إنه أنا بعرف إنه هي من جهودي، هو إجتني غايبة عن وعيها، وهي بحاجة نقل دم إسعافي أو أي إجراء طبي إسعافي، وما في أهل، وما في أي دوكومنت إنه أنا ما بدي هذا الإجراء، فأنا نعم القانون أو الإخلاق الطبي بتقول لي أنا لازم نفذه. نعم وفعليا مو بس هيك، هلا كمان حسب المكان اللي انت عم تمارس فيه الطب، هو مثلا بالولايات المتحده في حال انت ما انقذت حياتها بهي الطريقه لاعتقادك انه انا سمعت انه هي من هي الجماعه فما اعطيتها، فانت صراحه بموضع مساءله قانونيه. لأن هي بجوز مانا متدينة. صح تمام. صح صح طيب، معناتها نحن أعطينا الحالة الأولى، إذا كان إسعافي الوضع وما عندنا أي دليل بيقول إنه هي ما بدها، وهي غايبة عن وعيها، وما بتقدر تعبر عن قرارها، وما مع حدا من أهلها ولا مع حدا، فأنا هون أنا لازم أنا أقوم نقل الدم أو الإجراء الطبي. نعم طيب لو في دوكومنت بيقول إنه هي ما بدها، وهذا الدوكومنت موجود، قلنا لا. طيب لو هي هذا جاية كافي. على الطوارئ غايبة عن وعيها، ومعاها زوجها أو حدا من قرايبينها، وعم بقول ترى زوجتي او هي مريضه، هي شهوده، هي رافضه نقل الدم، والوضع اسعافي، بس هي ما في اي دليل بيقول انه هي فعلا بدها او ما بدها، شو الوضع القانوني او الاخلاقي؟ الوضع الاخلاقي، يعني القانوني هذا بتركه لاصدقائي المحامين. الوضع اخلاقي الاخلاقي هون انت لازم تتاكد من قدره هذا الشخص على تمثيل رغبتها، واذا هو قادر على تمثيل رغبتها والتكلم عنها تفضل بس وضع شفتك عن اسعافي، وضع اسعافي يا باسل. وان حتى كان بشكل اسعافي، اذا هذا الشخص هو السرجت ديسيجن ميكر او حسب الولايه حسب انت مكان، مثلا هو مثلا هي زوجها، ما موقعه انه انا فلان هو بينوب عني، هو جاي معها كزوج مع زوجته، ما في اي دليل، انه ما في مستند بيقول انه هو بياخذ قرارات عنها. لو هو في مستند بيقول انه هي بياخذ قرارات عنها، معك انه شو ما قرر فهو قانونيا وانت ملزم تسمع كلامه، صح؟ بس انا هو مجرد مرافق، هو اختها، عمها، خالتها، وعم ينبهك ترى يا دكتور هي ما بدها كذا. هلا هون بهيك حاله المفروض تاخذ انت emergency order من المحكمه اذا انت قادر عليه. اذا غير قادر فانت صراحه يجوز الوجه، ولكن انا عم بقول لك حسب، مشان هيك قلت لك حسب المكان انت عم تمارس فيه الطب. هلا مثلا انا عندي هون بولايه ماساتشوستس بقول لك next of kin، انه اللي هو اكثر قريب إلها وانت قادر على التواصل معه. اذا زوجها جاي معها وعم يقول لك لا تعمل هيك، تحكي معه وبتقنعه وكل شيء، واذا هو ما اقتنع خلاص هو، لانه جميل. هو المسؤول عنها، هو هو النكست نيكس اوف اوف كين. كين، هو الشخص المسؤول، حتى لو ما في باور اوف اتورني، اللي هي انه هو ما حتى لو موقع ما في بحياته. باور، طبعا جميل حتى لو جميل ما في جميل باور. جميل. فاحنا حكينا هي بحاله الاضل. طيب لو كان الوضع ما له اسعافي، وهي غايبه عن وعيها، والزوج عم يقول لك انه يعني هي غايبه عن وعيها، وهي غايبه عن وعيها، والوضع ما له اسعافي، ما في نقل دم هلا لازم يصير، بس نحن طبيا مستطب، فهون شو لازم اعمل انا؟ هلا اذا وضع مانو اسعافي بيكون شوي الجو اريح بالتعامل مع هذا الشخص اللي هو نيكست اوف كين.
معنى إسعافي كمان نفس الإجراء، أنت تم بتحاول تحكي معه وبتقنعه، وإذا هو قال إنه لا ما بدنا نعطيه هذا الشيء فما في مشكلة، أنت ممكن تستنى. يعني هذا سيروجيت ديسيجن ميكر صار اسمه، اللي نعم هو نعم المحيطين. ومره ثانيه شو دور الزوج هون او دور العم او الابن؟ تمثيل رغبتها، تمام. تمثيل رغبتها. إذا سمعته عم يقول لا تعطيها إياه لأنه أنا بعتقد إنه هي رح تروح على النار مثلا، ولكن هي عندها معتقد ثاني، فهو صار ممثل غير، هو شخص غير قادر على تمثيل رأيها. طيب جميل، انا راح اعطيك سؤال مشان هالموضوع، لانه انا تعرضت له صراحه. احد الزملاء استشارني بقريبي خاص، يعني والدته صراحه، وكانت بوضع سيء جدا. هو السؤال انه شو لازم نعمل، انه هل يعني بدون تفاصيل. فانا عم انا اتصل فيني مش مشان يسالني شو لازم اعمل، انه هو شو لازم يعمل. فانا كنت انا كطبيب هون دوري صار انا بدي وجهه اني استخرج منه مو رايه الشخصي، رايها هي، صح؟ طبعا فهون دورنا كأطباء نحن لما بدك تساعده، بدك تساعده، انه مش يا فلان شو رأيك بوالدتك، يا فلان والدتك لما كانت عايشة شو كانت عم تحكي، شو بدها تقول لما كانت عايشة، يعني قصدي صحية ووعيها تماما، شو كانت رغبتها. مو ضروري تقول انا، يا يعني هي الناس عموما ما بيحكوا كلام طبي، صح ولا لا؟ بيحكوا كلام غير طبي، بس يعني بيحكوا كلام بلغتهم البسيطة. فأنت بتحاول تساعد المرافق اللي هو الزوج، الابن، العم، انه يفكر عن المريضة مش يفكر عن حاله، صح؟ طبعا طبعا هذا اهم شيء. وانت كمان لازم دائما تذكر انه هي حاله بتكون جدا صعبه على الاسر، يعني حتى على المرافق، على ابن المريضه، على اخوه، على زوجها، هي شغله صعبه. ما تتوقع انه انت مجرد سالته السؤال انه هو ممكن يعطيك جواب فورا يقول لك انه يلا هذا هو الحل، ممكن يكون مشوش، هو غير قادر، ممكن يغير اجابته. فانت بدك تساعده بكذا طريقه، بدك تقول له لو كانت هي قاعده بيناتنا شو كان ممكن تحكي؟ قال لك هيك او هيك، قال له طيب هل انتم سبقوا خضتوا نقاش مماثل؟ هل سبقوا صارت هاي القصه عندكم بالعيله وهي ابدت راي شو كان ممكن تعمل؟ هل شفتوا هذا الشيء مثلا او سمعتوا عنه وهي حكت بشيء مشابه؟ يعني بتحاول تناور فيها قدر الامكان مشان توصله انه اخي القرار بدنا ناخذه هو قرارها ولكن بلسانك انت.